رجعنا بنتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان. هذا العام 2020 عاملين أن يكون عام خير ونماء وازدهار وتطور في البلاد في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها. ودائما لما نتكلم عن المجالات، في مجال محدد بعينه من جيف عنده، لأنه بيعتبر مهم، لأنه بيعتبر عامل أساسي في حياة التطور والنماء والازدهار وغيرها، هو العامل أو المجال الاقتصادي. يعتبر أنه الاقتصاد من شأنه أنه هو يرفع البلاد بصورة كبيرة جدا جدا. لما نتكلم عن الاقتصاد اليوم، هنتكلم عن منتج، عن محصول مهم جدا، لأنه نقول اقتصاد فيه عدد من الجوانب المختلفة اقتصاديا، اللي هي محاصيل، ثروات وغيرها. لأنه هنتكلم عن محصول ومنتج مهم جدا، منتج يعني من أهم المحاصيل الغذائية، وهو مصدر رئيسي للبروتين، رخيص، بديل للحوم، حبيب الشعب. أعتقد أنه هو واضح يعني من الصور قدامنا أنه هو الفول المصري. بنتكلم عن أحد المنتجات الأساسية في السودان والغذائية الرئيسية في بلادنا، الفول المصري، وموسم مبشر بإذن الله تعالى هذا العام. داخل الاستوديو معنا الخبير الاقتصادي دكتور عبد الماجد عبد القادر. أهلا ومرحبا دكتور، وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا، عليكم السلام. تعودنا طيب. أنه كله يعني يوم اثنين بنناقش واحدة من السلع المنتجات بتاعتنا، والليلة بنتكلم عن الفول المصري. نعم. زي ما ذكرت انه هو طبعا يعني وجبة رئيسية وأساسية بالنسبة للسودانيين، ملقب عنده لقب يعني معروف حبيب الشعب، بالإضافة لأنه ممكن يكون في وجبة الفطور ووجبة العشاء. خلينا نتكلم بداية عن تاريخ الفول المصري في السودان، نرجع لتاريخ هذا المنتج والمحصول. طيب، من الاسم بتاعه، بما انه اسمه المصري يبقى معناته هو جايينا من اخواننا المصريين. عالميا معروف انه الاصل بتاع الفول هو يعني الجهات الغربيه من اسيا، بالاضافه الى شمال افريقيا، ودي مقصود بها مصر، تونس، المغرب، شمال أفريقيا. هو لأنه بيحتاج لجو بارد، كل ما كان الجو بارد كل ما كان نجاحه أعلى. نعم. وده اللي بيخليه في السودان محصور في شمال السودان، نظرا لأنه البيئة بالذات بتاعت البرودة في الشتاء بالذات، فهو يعني محصول شتوي. طيب، يبقى نحن هنا في السودان نحن اللي سميناه الفول المصري. يمكن برا ما بتلقوا اسمه الفول المصري. نعم. يعني بيكون عنده اسم ثاني، الفول. نعم. من البقوليات. البقوليات دي اصلا هي معناتها دائما يقول لك مثلا فوله واتقسمت نصين. اي حاجه بتتقسم نصين، اي حبه محصول ممكن تتقسم الى نصين متساويين، دي من البقوليات. فاصوليا، اللوبيا، الى اخره يعني. فالفول هو من البقوليات، ويعني ربما دخلنا منذ الفتح التركي. استعمل طبعا عندنا، وكان معروف بس في شمال البلاد، حتى يعني منذ يعني ما قبل الميلاد. كان معروف الفول في شمال السودان. لكن كثقافة أكل دخل مع يعني الفتح التركي. يعني ممكن نتكلم عن حاجة كده سنة 1800 وحاجة، ده تاريخ كده نقدر نقول. هو بيتاكل في شكل بليلة، خلاص. من الصعب إن لأنه زمان كان احنا بنستعمل الكسرة. فما بيستعمل بالكسرة، ما بيتاكل مع الكسرة. مع مع مع, مع, مع الكسرة. فقام دخل لنا الرغيف يهو مع الفتحة التركية، وبالتالي دخل معاه الاستعمال
الفول. نعم. ويلا من ديك وعيك. من ديك وخلاص احنا. نعم. بقى حبيب الشعب، بقى. نعم. حبيبنا كلنا. نعم. طيب دكتور، نتكلم عن مناطق زراعته، يمكن في حديث عن نجاحه في شمال دارفور، يعني كلمنا عن مناطق الزراعه تحديدا والبيئه، البيئه الزراعيه، التربه المناسبه لزراعه الفول. طيب هو الحقيقه شمال السودان. وبالمناسبه لو حاولت تنزل خط من دنقله وتمشيبه بيجيبك في شمال دارفور. فدائما المناخ بيقاس يعني بخطوط العرض مش بخطوط الطول، وبالتالي كل المناطق اللي الشمال ممكن تكون شمال دارفور، ممكن تكون شمال كردفان، لكن عموما شمال السودان هو الاشهر بانتاج الفول المصري، ولانه الفول المصري عمليات الازهار الزهور يعني انتاج الزهور وبالتالي انتاج الثمار بيحتاج الى درجات حراره مدنيه نوعا، وبالتالي بينجح في الشتاء. بالنسبه للاراضي اللي بيصلح فيها هي الاراضي الطينيه، وبيكون دائما محاصر على نهر النيل. اشهر منطقه في السودان في انتاج النوعيه الجيده من الفول المصري هي منطقه السليم. تعرف السليم بوين؟ السليم دي دنقله كده يعني الشمال. ففي ومعروف بانه هو فول السليم القدامي ده فول السليم، وقد يكون ده مخلوط طبعا الى حد ما. فول السليم حبه كبيره بحيث انه الحبه غالبا تساوي جرام، وألف حبه بتساوي كيلو. يعني دائما بيقيسوه يا اما حبه كبيره حبه صغيره. عندنا فول السليم الستاندرد بتاعه يعني هو الجيد هو السليم. نعم. ده تقريبا بيعادل او احسن من حتى الفول البريطاني اللي نحن بنستورده. لسوء الحظ نحن بنستورد كميات كبيره من الفول يعني. نعم. اكمل لك. نعم كمل. معروف برا بالذات في اوروبا بيستعمل كغذاء للحيوانات عموما وللحصين بصفه خاصه، وعشان كده ماخذ الاسم بتاع هورس بينز او يعني تقدر تقول عليه حديقه الحصين او حبوب الحصين. نعم. فلكن هنا عندنا اسمه يعني ما بنستعمله في العليقه وانما بنستعمله في الاكل. بقى وجبة مشهورة حتى في أمريكا وفي أوروبا وإلى آخره كغذاء، هو غذاء كامل يعني. تفضلي لو سمحت. نعم. طيب انت تكلمت عن نقطه انه احنا للاسف ما بننتج يعني كثير، نستورد اكثر، فالسؤال بيطرح نفسه هل يعني الانتاج ما بكفي عشان كده احنا نستورد، باعتبار انه السؤال الاخر ايضا يعني انا هدمجهم مع بعض، انه هل اصبح يعني محصول استراتيجي لانه قوت رئيسي لسكان المدن؟ طيب اذا كان الاجابه الاولى هو محصول استراتيجي، السؤال الاخر ليه الانتاج ما بكفي وليه الاستيراد من الخارج؟ نعم. الحقيقه لو اي زول سوداني مسكوه قالوا له ما معنى المجاعه مثلا؟ بيقول المجاعه هي انعدام الفول والرغيف، مش كده؟ طيب ما معنى في ذهنك الشبع او الاكل؟ فول ورغيف، يبقى معناتها ان احنا بقى يعني تفكيرنا الجمعي في معنى الاكل هو الفول والرغيف. وبالتالي تحول هذا الفول الى سلعه استراتيجية بأهمية الرغيف أو بأهمية الذرة اللي نحن بناكله أو بأهمية الجميع. فمن المؤكد أنه يجب أن لا نعتمد على الاستيراد من أي بلد. نحن هسه بنستورد من إثيوبيا، بنستورد من إنجلترا، ربما جزئيا بنستورد من جمهورية مصر العربية. ولعله 90% بالمناسبة من الفول بتاعنا مستورد. نسبة كبيرة. ليه؟ احنا ما بننتج اكثر من حوالي 10% او 15% اقصى حد. نحن في البلد بنستهلك حوالي يعني 120 ألف طن بتاعة فول
ما بننتج منها أكثر من 10,000 إلى 12,000 طن، والباقي بيكون كله مستورد. نعم. بيكون مطلوب أولا من الأسباب اللي بتخلينا ما نتوسع فيه أو ما توسعنا سابقا، نمرة واحد يو قلنا بيحاصر في المناطق الشمالية من البلاد، انت ما بتلقي مثلا من الخرطوم وكذا ما بتلقي فول لانه عمليه الازهار ما بتشتغل كويس والانتاج ما بيكون فالمناخ محاصره. ده جانب. الجانب الثاني الاراضي النيليه المتاحه له للزراعه، لانه هو يعني بيزرع فيما بعد، يعني بما انه شتوي اذا زرعته بعد اكتوبر وانت طالع، وبالتالي فهو محاصر على نهر النيل ويروى ري طبيعي سوري صناعي، يعني ما مطر، فبيكون بقى محتاج لمشاكلنا الثانيه الجازولين والما بعرف والبيرات و و و و الى اخره. نعم. احنا يبدو لي زي محتاجين نخصص اراضي لاستزراع الفول بتخصصيه عاليه، و ما عندنا من أراضي الآن نحاول نرتفع بالإنتاجية فيرتيكالي أو بتطور رأسي وليس تطور أفقي في المساحة. نعم نتمنى كده نزيد إن شاء الله. نزيد في الإنتاجية للفدان الواحد. نعم. الإمكانية موجودة عندنا، الموية عندنا، المساحات موجودة عندنا، الأيدي العاملة متوفرة، فقط محتاجين ما هي من احنا كل مره بنجي نقول الاراده، بنجي نقول التمويل، بنجي نقول الجازولين، بنجي نقول محتاجين لجهاز مصرفي بيفهم في احتياجات التنميه. يا تبنك اللي مشى قال والله انا بتبنى استزراع الفول في المنطقه الفلانيه. يا تبنك قال والله انا مستعد اصنع لكم الفول. التصنيع القدامي ده بيكون عباره عن مبادرات من رجال أعمال وليس مبادرات بتاعة جهاز مصرفي حادب على التنمية أو عنده حتى مجرد الفكرة عن التنمية الزراعية والتركيز في هذا النوع من الاحتياج. نعم دكتور، طيب رغم عن كده ما لقينا الفول المستورد أرخص من المحلي، لماذا؟ عادية، لأنه أول حاجة تكلفة إنتاجنا عالية، ولأنه كمية فولنا بسيطة، ولأنه نحن يعني إنتاجنا ما كبير، وبالتالي بيكون الناس بيفضلوا مثلا أنا داير فول السليم لكن ما داير الفول المستورد. فقد تكون sometimes بالمناسبة الطعم اللون يعني أسباب كل كثيرة كل زول حبه يعني للحال. لكن على كل حال الفول شكل ثقافة الناس. ما في بيت في السودان ما بيعرف الفول، سواء كان في قرية أو في مدينة أو في يعني حتى في الخلاء ساكن. فتشكلت حوله ثقافة الناس بأنواع مختلفة، وأنا سعيد جدا إنه ناس يعني شركة دال الآن انتجونا ما يعرف البوش. نعم في ثقافات بقت مختلفة في الفول، يعني البوش احنا هنجيها هنتكلم عنها عشان الجو يعزاته المشاهد شوية، لكن يعني هل في بدائل للفول تستعمل معاه يعني مثلا؟ نعم لعلنا يعني مثلا عندك حاجة اسمها العدسي، تعرفي العدسي؟ العدسي ده بناكله بليلة في رمضان. نعم. أو ياكلوه بليلة، لكن ممكن بالمناسبة يتم التعامل معه زيه زي الفول. قاعدين نتعامل معه كده، نعم، حبة مليح وبصل وشطة وبعدين نعم. قطعوا عليه وبصل وزيت سمسم وبعدين عمطوا فيه. نعم. ده ممكن كان يكون واحد من البدائل الحقيقة. كذلك اللوبيا، اللوبيا الأحمر تعرفوا؟ أيوه بيشبه الفاصوليا ده لكن لونه أحمر. برضه ممكن يعامل المعامله بتاعت الفول او يخلطوا مع بعض. على كل حال محتاجين لنوع من الشغل. في ناس جربت كده يعني. نعم. في ناس بتقول لك لا انا بس الفول يعني ديل حاسس انهم ديل المفروض يتناولوا بطريقه معينه او كده، لكن في الاخير هي بدائل للفول قد تحل مكانه. طيب نتكلم عن الفرص الاقتصاديه لهذا المحصول.
ما قلنا انه عندنا فرص كبيره في انه احنا نزيد انتاجنا المحلي، نقلل من الاستيراد، نرشد من الاستهلاك، كل ما يعني مشينا في مجال التصنيع كل ما قللنا من حجم الاستهلاك وجودنا السلعة بتاعتنا، نوسع من الرقعة الزراعية بتاعتنا، نرتفع به الإنتاجية إلى يعني تطور أفقي رأسي، ونزيد إنتاج الفدان من الفول المصري. طيب نتكلم عن ثقافة الفول المصري في السودان، يعني قبل شوية ذكرنا يمكن يعني تم تصنيع الفول بطرق مختلفة، من ضمنها البوش زي ما هو موضح هنا انه يعني بوش سريع التحضير. نتكلم عن الثقافة عموما، يعني تناوله في السودان، يعني استخداماته في المناسبات، حاضر موجود، نتكلم عن ثقافة هذا المحصول في السودان. الحقيقة مما نحن جوان دخلنا المدرسة مدارس الفئة الداخليات في الخمسينات يعني بعد الاستقلال، يعني كان في الداخليات دي معروف الفطور هو فول وعدس، شايفة الاثنين دين مع بعض. قامت ياهو تشكلت ثقافتنا ومفاهيمنا انه الفطور بفول. هسي برضو بالمناسبة العشاء برضو بفول حبيب الشعب العشاء بفول، في ناس برضو الغداء قد يكون برضو بفول. كلمة البوش اللي قلتها دي، البوش يعني شنو؟ البوش هي كلمة بتعني الجمع بتاع الناس. فعندك مثلا تقولي ناس فلان عندهم بوش، يعني معناتها عندهم احتفال بتاع الزواج، عندهم احتفال بتاع لما اللمه عموما اسمها بوش، ايا كان سبب اللمه دي. نعم ممكن كانت تكون ما فيها اكل حتى يعني برضه تبقى بوش، ممكن يكون شاي واسمه بوش، لكن قام ارتبط بالفول بقى هو ذاته اسمه البوش. الله دي معلومه كويسه خالص. نعم. اسمه البوش. في ثقافتنا يعني في الناس اللي بيعمطوا عميط، في ناس بيكونوا بالمعلقه ماسكين الخبز والرغيف يعني الرغيفه بيد والمعلقه بتغرب، في ناس بيقطعوا في ده البوش ذاته بنتكلم عنه بوش، لكن بطريقه شويه نعم. ابسط. يلا في ناس تانين تفننوا بقى في المضافات الاديتيفز، مضافات الفول، بحيث انه بالمناسبه قد تكون بعض مرات تكون اهم من الفول ذاته، وربما تكون اغلى. يقول لك مثلا ابو العباس ما بعرفه، فول ناس منه، فول ناس منه، ده لانه المضافات اللي موجوده ايوه في اضافات كثيره في الفول بقت التغانات متوفره فيها هي اكثر مما هي متوفره في الفول. على العموم دي بتدي في الدخل. في المطبوخ برضه يعني غير الاضافات المعموله في الفول، في الليتان بيطبخوه في النار وضيفوا له صلصه وطماطم، يعني في النار بطريقه مختلفه، بيكون زي الملاح مثلا يعني. نعم زي الطبيخ. يس يس. ولعله مشهوره دائما الزول بتاع الفول بيكون عنده قزازه دائما ايوه، وخدت القزازه دي وهناك. نعم هي ليه؟ لانه برضه مربوط ب انت بعد ما نايب تقوم تشرب دائما حاجه بارده بعد الفول، لانه بيكون حار على البطن كثير وكده. نعم بيهضموا بها، فبتلقى متوفره في قزازه مخصصه ما عشان بيكون في اضافه طعميه بيض سلطه، فبكونوا يحاولوا يخلطوها. نعم بطريقه معينه، والحل الامثل هو القزازه. عموما في كلام كثير جدا عن ثقافه الفول، استهلاك الفول في السودان، كميات استهلاكه، يعني انت هسه ما بتقدري تعرفي انت بتستهلكي كم فول في صح. في اليوم ممكن ممكن ناس تقول لك يا اخي انا مليت من الفول ده الليله، تخليه يوم لكن ترجع له ثاني، تلقى نفسك رجعت له ثاني من جديد، فعلا هو حبيب الشعب. نعم. سؤال اخير خارج الـ 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 يعني الاقتصاد والمجال الاقتصادي، هل هو بيسبب النعاس؟ لا ابدا بالمناسبه، على العكس تماما، الفول ما بيسبب النعاس، الحقيقه اللي بيسبب النعاس هو امتلاء البطن. اصلا طبعا احنا في 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 بطننا ما في مكانات بتهرس الاكل، وانما انت لما تاكل بيقوم الدم في الجسم يتجه نحو
الجهاز الهضمي. نعم، في اي وجبه ما نفهم بس في اي وجبه عشان يساعد البطن عشان تهضم الطعام. يلا الفول اولا يعني لانك بتكون بتاكل فيه كثير، لانه اصلا دي ذات وجباتك الرئيسيه، فعقلك الباطن ذاته بدي توجيهات للدم بتاعك عشان ينزل تحت، فبيقوم الدم ينزل من الـ من الـ من الـ من الـ المنطقه بتاعت الراس. نعم، من المخ الى منطقه ده اللي بنعس الزول يخليه يشعر بالنعاس. يشعر بالنعاس، ومفروض يقوم يرقد عشان الدم ثاني يجي راجع للراس. نعم. فالفول ذاته ما 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 بيسبب النعاس، مش بيسبب النعاس على العكس، وانما امتلاء البطن ب يعني اكل اكثر من اللازم، والمضافات اللي تكلمنا عليها البصل والشطة والبتاع والشمال، كل الاشياء دي ممكن تؤثر على الجهاز الهضمي وتخليك تشعر بالنعاس. نعم، ايا كان حتى لو كان بسبب النعاس، في الاخير بيظل هو حبيب الشعب، بيظل هو المنتوج او المحصول الرئيسي في السودان، وبديل للحوم اللي اصبحت غاليه تماما. على العموم نتمنى انه يعني انتاج او صناعه الفول في السودان تمتد زي ما قلت راسيا صح وليس افقيا، وتزدهر في 2020، نتمنى ذلك. انا شكرا لك كثير جدا دكتور عبد الماجد عبد القادر الخبير الاقتصادي على هذه المساحه الجميله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.